المرأة ما بين خدمتها ما بين الدار ما بين القضية ما بين التحضير للامتحانات نتاع الصغار. نعرف الأم تويكا ولات اعتبارها هي الحقيقة اللي تعدي في الامتحانات. هذا أحديثنا توت سويت. حراير تونس. رافقني في حراير تونس سعيدة جدا باستقبالها الباحثة في علم الاجتماع السيدة ابتسام الغبري. مرحبا. مرحبا بك. مرحبا بكل المستمعين كابا فان. الله يخليك شكرا ليك. وكان من المبرمج الحقيقة من البارح انه نحكي في الموضوع ولكن صار لنا عطب تقني صغير. الحمد لله تعدت سلامات. اذا نرجع نحكي على الموضوع متاعنا باش نعود نفكر بالسيدة المستمعين يحبوا يدخلوا معنا حتى في المباشر. مرحبا. اليوم من منظور علم الاجتماع مدام ابتسام المرأة اللي وليت تتحمل في مسؤوليات الدار الكل خلينا نقوله. نعم المرأة مكانة كبيرة برشا في المجتمع. هي تحمل ربما تحط في الموضع بتاع إنها نصف المجتمع وبتاع إنها تربي في النصف الآخر. دونك دورها مهم جدا ودورها كبير برشا. الشيء اللي يخليه على عاتقها مهام موكولة ليها كبيرة برشا. دونك براتيكمون المرأة اليوم سيغتو المرأة التونسية تتحمل الأدوار الكل وتقوم بالأدوار الكل. أي. في المقابل بتتربقى دور صغير للرجل. الرجل اليوم أصبح أبوندوني كومبليتمون من العملية التربوية من شؤون المنزل من العناية بالأطفال من المراجعة في وقت امتحانات كما كنت تحكي أنت. إن توفق المرأة التونسية بين العمل نتاعها وبين شؤون المنزل وشؤونها العائلية والقيام بواجباتها تجاه العائلة. دونك هذا باش يكون معناها عمل مرهق جدا وصعيب برشا باش تنجم توفق في الإطار هذايا. المهمة اليوم وليت خلينا نقول صعيبة شوية على المرأة على خاطر ممكن هي زادتها زادة شوية خلينا نقول بحكم دخلت أكثر في الحياة المدرسية متاع صغيرها وليت مركزة ياسر في كل ديتايش بي ذاك حتى دخلت في مقارنة مع جارتها اللي ولدها يقرأ مع بنتها مثلا في نفس السنة وليت الأم هي تحسهم يحفظوا ويراجعوا أكثر من الصغيرات في حد ذاتهم خوفا ماك الأعداد. نعم هي بتبيعها يا المرأة باش تخفي حالة نفسية هذيك الكل الحالة النفسية اللي دونك هي أصلا خروجها للعمل ما كانش بصفة غير مدروسة أو بصفة معناها اعتباطية. هو كان سويفون دوافع نفسية دوافع اجتماعية دوافع ذاتية دوافع مادية خلتها تخرج للعمل ويكون العمل هذايا مرهق ليها في مقابلة تقوم بواجباتها هذه الأسرية. دونك إنها تتدخل في اللي بتد ديتاي متاع حياة أولادها المدرسية إذاك من قربها ليهم ربما من تحملها المسؤولية الكبير. دونك خليها اللي هي تنتبه حتى للتفاصيل الدقيقة وبحكم حتى إنها تتابع هي مع الإطار التربوي مع الفضاء اللي يتحرك فيه صحيح التلميذ هذا يخليها معناتها متحملة شارج أكثر. دونك هو كي ربما كي نبعدوا شوية بالظاهرة هذه نقول اليوم إنها المرأة تراجع وتقلص دورها حتى المجتمعي دورها في الحياة العامة. دور المرأة مش كان تخدم وتعتني بالأطفال وبقرايتهم وشؤون منزل وواجب عائلية اللي هي في المقابل عندها دور مجتمعي مشاركة في الحياة العامة اللي المفروض تقوم بها ولكن في المقابل بقى الفضاء هذي العام هي اختصر دورها كان في الفضاء الخاص والفضاء العام بقى على ملك الرجل فقط. شو عم يتغشوش علينا عاد الرجال توا؟ لا ما تغشوش منا ربما كي نفكروا بصفة موضوعية أكثر حتى نسب الأمور. دونك هي تراجع وتقلص دورها في مقابل معناها اقتحام للرجل في الحياة العامة. فلا. واليوم اللي كنا نعيشه فيه انه حتى في مراكز القرار فما تراجع للدور المرأة دور المرأة في حتى رئاسة الجمعيات والمنظمات وحتى في الأحزاب دونك تراجع كبير للمرأة حتى في مجلس النواب حتى إلى غير ذلك في كل مراكز القرار. دونك فما تراجع كبير للمرأة وهذا كله راجع على المسؤولية الكبيرة اللي تتحملها في وسط العائلة للمهام والأدوار الموكولة لها اللي اقتصرت على المهام والأدوار التقليدية. أما خرجت من دورة التقليدية لها شيء على عاتقها هي في مقابل
انه لا يقع تقصير ممكن حتى على الادوار التقليديه. اي مدام ابتسام ممكن حتى في الادوار التقليديه ما كانتش المراه تخرج للعمل وما كانتش توصل الصغار، ولكن توا زاد اكثر انها ولات تخرج تقضي هي وتتهنى كان بقضيتها هي وتمشي توصل الصغار هي وتروح بهم ساعات هي وتروح تقضي في الدار وتطيب وكذا وكذا وكذا. هذا الكل حتى زادت يعني على الادوار التقليديه زادت اكثر. ليه؟ واصبحت المراه تكيفت مع كل الادوار المنوطه بعهدتها. اصبحت تقوم بكل الادوار وكانها قناعه بذاتك وكانه هذاك هو واجبها وكانه هذاك اللي مجبوره تقوم به، وفي المقابل هو يكون لها معناها مجهود مرهق جدا ويسبب لها في اثار نفسيه، في اثار معنويه، في اثار حتى بدنيه وجسديه. دونك هذا اللي خلاها تدخل في دوامة أخرى، في دوامة التعب، في دوامة التوتر، في دوامة الاضطرابات، في دوامة معناها التعب النفسي الدائم إلى غير ذلك. ينجم سمحني سيدتي الكريمة، ينجم يكون عامل من عوامل الطلاق الصامت هي تحمل المرأة لجل وكل المسؤوليات زادة؟ بطبيعة الحال الطلاق الصامت أو الانفصال أو غير ذلك أو حتى الطلاق هو نتيجة من نتائج هذه هذا التعب، يعني هذا عدم التوازي في تقسيم الأدوار يعني في العائلة. هي اللي عنده ما ينجم يكون كان عنده أثار سلبية وأثار حتى تصل مدمرة للعائلة وتفكك حتى العائلة، لأنه أبريتو هي المرأة معناها كائن بشري وفاعل اجتماعي. دونك كي تعطيها أكثر من أكثر تستنفذ معناها طاقاتها في التوفيق بين العمل، متطلبات الأسرة، الأعمال المنزلية، الأبناء، الزوج، باش يخليها تتعرض لبرشا ضغوطات نفسية. صحيح تسبب لها في معناها في ما لا يحسن عقباه من الناحية النفسية ومن الناحية البدنية. دونك حتى من الناحية الاجتماعية اللي كنت تحكي لي أنت، أنه تصل حتى حالة الانفصال أو حالة الطلاق أو حالة الطلاق الصامت اللي يعني ما تنجم تكون كان مضرة للأبناء، للأسرة، والمجتمع عموما. يعطيك الصحة على تدخل، شكرا ليك في تحليل النقاش. مشكورة جدا السيدة ابتسام الغابري الباحثة في علم الاجتماع. كان انتم مزدا عندكم تقولوا في الموضوع، على خاطر باش نخليو لكم ديما اخر الحصة ليكم انتم باش توصلوا صوتكم باش تعبروا على رايكم. حتى الرجال راكم نجموا تدخلوا في الحصة، تكلمونا على 31 379 566، تخليوا الرقم نتاعكم واحنا نكلموكم اخر الحصة. من بعد شوية نحكيو على الرضاعة الطبيعية وما ادراك ما الرضاعة الطبيعية، اهميتها وعلى صحة الام على صحة الصغير زيدة. تدخل معنا السيدة فداعة يشي قابلة واخصائية رضاعة طبيعية ومدربة معتمدة للتحضير للولادة. هذا باش يكون ماضي ساعة قد. نولي فام ترجع